أهلا بكم من جديد، والآن ننتقل إلى ملف الأسبوع والموضوع الأهم والأبرز الذي يشغل كل بيت أردني بشكل خاص وعالم كرة القدم بشكل عام. ننتقل وإياكم لنبحث موضوع انتخابات الاتحاد الدولي لكرة القدم مع زميل طارق عصفور وضيفه في الاستوديو السيد عوني فريج. مساء الخير لكم. مساء الورد ليلى، شكرا لك. أهلا بكم مشاهدينا. ملف الأسبوع طبعا نتحدث فيه عن انتخابات الفيفا، أكبر مؤسسة رياضية في العالم. إذا انتهت الجولة الأولى من هذه الانتخابات، المترشح لها سمو الأمير علي بن الحسين ضد العجوز بلاتر، والجولة الأولى انتهت ب 133 صوت لبلاتر مقابل 73 صوت لسمو الأمير علي بن الحسين. إذا امتدت هذه الانتخابات إلى جولة ثانية، الجولة الثانية فيها يفوز من يحقق نصف الأصوات زائد واحد. إذا كلنا الأمير علي بن الحسين الهاشمي العربي الذي يحمل راية التغيير وراية التصحيح وإنقاذ كرة القدم في العالم من الفساد والمحسوبية. لحظات حاسمة الآن في تاريخ أكبر مؤسسة رياضية في العالم، والعيون والقلوب تترقب وتنتظر الخبر السار، وهو فوز سمو الأمير علي بن الحسين بمنصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد السويسري جوزيف بلاتر. ودائما نقول قدها النشمي. المرحلة الحالية والتي تعتبر الأكثر صعوبة وحساسية لتحديد مصير ومستقبل كرة القدم العالمية بعد الفضائح التي هزت عرش الفيفا، وهي فضائح فساد وتلاعب جعلت شكل المنظومة العالمية سيء جدا، وباتت مطالبة بالتغيير ومطالبة التغيير ضرورية وملحة، وعلى العالم وضع اليد في يد سمو الأمير من أجل إنقاذ اللعبة الأكثر شعبية في العالم. بالتأكيد مواجهة بلاتر الرجل الأكثر نفوذا في الفيفا والذي احتكر منصب الرئيس لأكثر من 16 عاما وهو يسعى لدورة خامسة، ولكن الوقوف بالمرصاد له من قبل سمو الأمير جعل العالم يرفع القبعات احتراما للأمير الهاشمي الذي لم يخشى تلك المخاطرة، وبات يملك تأييد وشعبية كبيرة بين اتحادات العالم، وبعد قليل سيكشف عن هوية الرئيس الجديد للفيفا، وإن شاء الله أن يكون هذا المنصب من نصيب سمو الأمير علي بن الحسين. وحتى إن جاءت النتيجة عكسية فسنبقى فخورين بالأمير الهاشمي الشاب والذي لن يتوقف عند هذه المرحلة، بل سيبقى يعمل لخدمة الكرة العالمية ورفع راية الحق. إذن هذا هو المشهد، سنتحدث وإياكم مع الأستاذ عون فريجة مدير الدائرة الرياضية في صحيفة العرب اليوم. الله يسعد مساك أستاذي، كيف حالك؟ الله يخليك أخي طارق. يعني مرحبا. اليوم العالم أمام مشهد غير مألوف، أن يصل سمو الأمير إلى المرحلة النهائية في مواجهة بلاتر ومواجهة أعوان بلاتر في الفيفا. إحنا بنعرف كل فيما سبق الدورات لم يتمكن أي من المنافسين الوصول إلى هذه المرحلة أمام بلاتر، لكن اليوم نقف احتراما لسمو الأمير علي للوصول إلى هذه المرحلة. طبيعي بداية أنا بشكرك على هذه الاستضافة في هذا اليوم المشهود اللي أنت ذكرته. طبعا أنا بعتقد بأنه وجود الأمير علي على قمة الهرم الكروي في العالم منافس للعجوز بلاتر اللي أنت وصفته بأنه الأخطبوط، واللي هو سيطر على مقدرات أقوى وأكبر اتحاد عالمي. أنا بعتبر أنه هذا شرف كبير ليس فقط للأردن وإنما للأمة العربية بأكملها، أن يقف الأمير علي ويتحدى بهذا الوضع وبهذا الروح العالية، روح الشباب المتمثلة بالأمير علي اللي فعلا هو نافس رجل صاحب خبرة وباع طويل، وهو له من الخبرة ما تجعله يسيطر على مقدرات الفيفا. وأنا بعتقد بأنه هي وأجزم بأنه هذه الدورة الحالية هي الأصعب في تاريخ بلاتر، وهذا ما بان من خلال الكلمة التي وجهها والتي ظهر من خلالها التوتر والعصبية. صحيح. والاستجداء. الاستجداء صحيح، وكان يستجدي الحضور بدعمه، وهذا طبعا شرف ومكسب كبير. طبعاً. نحن قلوبنا وعواطفنا ومشاعرنا مع الأمير علي في هذه الجولة الحاسمة، الجولة الثانية في الانتخابات. هذا بالتأكيد يدل على
صعوبة الموقف بالنسبة لبلاتر. الأمير علي قالها منذ فترة، وعندما أعلن قرار ترشيحه بأنه لا شيء لديه يخسره. هو دخل إلى هذه المرحلة، دخل بصفات عديدة وبمقدرات مختلفة وبرؤى شاملة، رؤى التغيير. أستاذ عوني، يكفينا فخرا أن سمو الأمير دخل هذه الانتخابات بحملة انتخابية وبيان انتخابي واضح. بعكس بلاتر الذي اعتمد على أعوانه في مجلس وكونغرس الفيفا. طبيعي طبعا، الأمير علي دخل بشعار التغيير. التغيير، هذا الشعار اللي رفعه سمو الأمير علي يشمل تغيير في منظومة الفيفا، تغيير في الأنظمة، في القوانين، في التشريعات، في كل مناحي هذه الكيان الكبير اللي طبعاً. هو الفيفا، باعتبار أنه الأمير علي لمس من خلال خبراته ولمس من خلال اتصالاته بأن هذه المنظومة تشوبها العديد من الشوائب، وهو ما ظهر خلال 24 ساعة الماضية من خلال التجاوزات والفضائح اللي تكشفت، وكان من نصيبها 14 شخص من الفيفا ألقي القبض عليهم متلبسين في قضية في قضايا الفساد، وهو ما سيجر الويلات على اتحاد كرة القدم العالمي فيما لو تم ترشيح بلاتر لولاية أخرى خامسة. إذن ننتقل إلى صالة قصر الرياضة، وهناك اليوم الأردني الاحتفالي وجمع كبير من أهل الرياضة والشعب الأردني أجمع متواجد هناك، أكيد جمع من الاتحادات الرياضية الأردنية وجماهير كرة القدم، جماهير الرياضة بشكل عام، نجوم المنتخبات الوطنية متواجدة لدعم سمو الأمير في هذا الحدث. طبعا نتحدث أكثر عن هذا الموضوع، لكن يعني ورد نبأ طبعا وخبر عاجل، وهو انسحاب سمو الأمير علي من الانتخابات في الجولة الثانية. سنتأكد أكثر حول هذا الموضوع بعد قليل، لكن دعونا ننتقل أيضا لمحمد حسيب المتواجد في قصر الرياضة لنرى ما لديه. مساء الخير محمد. على مستوى العالم، على خارطة كرة القدم العالمية بكل قوة من خلال الاتحاد الأردني لكرة القدم. مساء الخير زميل طارق، لك ولضيفك الكريم. بجوز الآن الخبر الأبرز اللي هو انسحاب سمو الأمير علي بن الحسين من الجولة الثانية لانتخابات رئاسة الاتحاد الدولي الفيفا. احنا الآن في قصر الرياضة، هنا المكان الذي اختاره اتحاد كرة القدم لتجمع الأردنيين والرياضيين لمساندة الأمير الشاب في هذا العرس الانتخابي العالمي ونحو ترشحه لرئاسة الفيفا. ولكن القرار الشجاع الذي اتخذه سمو الأمير قبل قليل بالانسحاب من رئاسة فيفا بعد الجولة الثانية لفارق الأصوات قوبل بالتحية هنا في قصر الرياضة من جميع الرياضيين والأردنيين، حيث هموا بالتصفيق لسمو الأمير على هذه الروح الرياضية العالية وعلى هذه الشجاعة بتحدي جوزيف بلاتر في هذه الانتخابات. طبعا الجميع هنا تابع الانتخابات، كانوا يتابعون بقلوبهم وعقولهم وأمنياتهم والصلوات للأمير بأن يوفق بهذه الانتخابات وإنقاذ الاتحاد الدولي من مسيرته التي انتابت أنها فاسدة في الأيام الأخيرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم. للحديث معنا ينضم إلينا عن هذا الموضوع أحد رموز الكرة الأردنية وأحد نجومها، الكابتن خالد عوض المدير الفني لمراكز أمير علي الواعدين، وأحد النجوم الذي يعشقوهم الكرة الأردنية وجماهيرها، للحديث أكثر عن هذا الموضوع. كابتن خالد، مساء الخير. مساء الخير أستاذ حسيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أشعر في هذا اليوم بفخر واعتزاز كبير، وأنا أتابع حدث عالمي وموجود شخصية كبيرة بحجم سمو الأمير علي في محفل دولي كبير أمام عمالقة كرة القدم بالعالم. تواجد سمو الأمير في هيك محفل بعطينا درس كبير كأردنيين، إنك تجابه الصعاب وتخوض المعارك بكل ثقة وبكل قوة. كافح سمو الأمير لآخر اللحظات، تجربة كبيرة جدا تنعكس علينا كأردنيين، بحيث إنك إذا خططت وبرمجت واستخدمت الاحترافية في عملك ما في إشي صعب علينا كأردنيين. درس كبير علينا كأردنيين إنه نأخذ الجانب الإيجابي الكبير اللي علمنا منه درس اليوم سمو الأمير. شعرت بالحزن عند لحظة الانسحاب، ولكن أشعر بالفخر دائما لتواجد أمير مفدى كلنا نحبه ونعشقه. قدم للكرة الأردنية شيء الكثير وللكرة الآسيوية، وإن شاء الله سيثبت في الأيام القادمة أنه كان الأجدر برئاسة هذا الاتحاد.
يعني شكرا كابتن خالد. هذه هي الأجواء في قصر الرياضة، فخر واعتزاز بسمو الأمير علي وأيضا مجابهته لرئيس الاتحاد الدولي للفيفا رغم الخسارة، ولكن هناك تحية كبيرة من جميع الأردنيين وأتوقع من جميع من ساند سمو الأمير في هذه المرحلة. وصلت صورة محمد حسيبة مراسل رؤيا، كل الشكر لك على هذه التغطية. طبعا كل الفخر والاعتزاز بسمو الأمير علي على هذا الانسحاب، وطبعا هذه هي المشاركة أستاذ عوني، يعني 73 صوت في مواجهة بلتر، والتحية نعم للأشقاء العرب اللي وقفوا مع بلتر في هذه الانتخابات. نعم أكاد شيء مضحك، يعني أكيد طبعا هذا شيء مؤسف أخي طارق. طبعا إحنا كنا نتوقع بأن ينطلق الأمير علي من منطلق عربي، من قاعدة عربية تدعم توجهاته وتدعم فكره النير في قيادة هذا الاتحاد الدولي، ولكن يبدو بأن الفساد اللي استشرف الاتحاد الدولي لم يقنع المنظومة العربية بأن تغير مواقفها وتغير أفكارها وتغير توجهاتها نحو الأفضل، باعتبار أنه الفاسد يجر وراءه أكثر من عدد من الفاسدين. طبعا يؤسفنا إحنا القرار اللي اتخذه سمو الأمير لولا ما شعر أنه الأمور لا تسير في المنحة اللي هو كان يريده وكما وعد من قبل معظم رؤساء الاتحادات الرياضية في العالم. لكن أنت ذكرت نقطة كثير مهمة، أنه إحنا إذا كان ما في خير في الأمة العربية لا أمير عربي كان يقود يعني فكر جديد ومتجدد ومتطور، وكان يريد أن ينسف كل المخلفات اللي خلفها بلاتر وأعوانه من قبل الفساد والمحسوبية والأمور التي كان أصلا هو وصوله إلى هذه المرحلة في قيادة الاتحاد الدولي لم يأتي من فراغ، وكنا نعرف بلاتر وحجم المعونات اللي بيقدمها للاتحادات الأهلية، ويدخل من ضعفهم، ضعفهم المادي طبعا، ويدخل إليهم وهو فاز بهذا المنصب من خلال هذه التوجهات. أستاذ عوني طبعا نتحدث عن بلاتر والعمر الذي وصل له بلاتر، ماذا بقي لديه أن يقدمه للفيفا سوى الفساد وسوى منظومة الفساد التي ظهرت قبل عدة أيام؟ وللأسف عدد من الدول العربية دعمت هذا الموضوع ضد موضوع التغيير والشفافية والوضوح، يعني ماذا بقي بعد ذلك؟ ماذا بقي لبلتر حتى يقدمه للفيفا بعد كل هذا الفساد؟ نعم هو بقي المزيد من الفساد طبعا. يعني أخي طارق احنا خلينا نكون واضحين وصريحين، ما دام الشيخ أحمد الفهد صحيح وهو رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي وهو أحد أقطاب كرة القدم في في الوطن العربي، والذي صرح بعد قضية نعم الفساد بأنه بالرغم من الفساد نحن ندعم بلاتر، نعم ندعم بلاتر نعم والأمير علي شقيقي. أين الأشقاء؟ أين شقيق الذي يناصر شقيقه؟ رئيس الاتحاد الآسيوي وهو للأسف الشديد عربي بحريني، كان الأصل فيه أنه يكون في عنده توجه بأن يجمع كل المنظومة الآسيوية باتجاه الأمير علي ويكون قراره باتجاه يصب في الاتجاه الصحيح. نحن لا ندعم الأمير علي فقط كونه أردني، ولكن يحمل مشروع طموح لو كان وصل إلى سدة الرئاسة في الاتحاد الدولي لكان التغيير واضح وصريح وجلي للجميع، لكن للأسف الشديد إذا خذلك العرب بمن تستجير؟ يجب علينا أن نبقى أن نغني فقط طبعاً. بلاد العرب أوطاني دون أن نفهم، لكن أنا بحكي شغلي مهم جدا، إنه هذا شرف كبير للأمير علي، ونحن فخورين بهذا الرجل، بالأمير علي، بكل ما يملك من طموح ومن شباب ومن فخر. يعني هو قدم للعالم درس كبير يجب أن يستوعبه العالم. الأمير علي يملك من الخبرة البسيطة لكنه بأفكاره فاق بلاتر بكل عمره وبكل كيانه وبكل تاريخه. أستاذ عوني فريج مدير الدائرة الرياضية في صحيفة العرب اليوم، كل الشكر لك على تواجد معنا، يعطيك ألف عافية. الله يخليك. إذن سنبقى نغني بلاد العرب أوطاني من الشام إلى بغداد، وأيضا بلاد العرب أوطاني اللي هي العرب تدعم السيد جوزيف بلاتر رئيسا جديدا لمنظومة الفيفا.